ومسك الختام في هذه الاحتفالية كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. طب احنا برضو يعني اسمحوا لي ان احنا بمناسبة مرور سنة 100 سنة على الدور الكبير والعظيم اللي قامت به المرأة المصرية في تاريخ مصر، فاسمحوا لي ان احنا نكرر مرة تاني ان احنا نقف لمدة تكريم واعتزاز واحترام وتحية لها يعني. تفضلوا استريحوا. شعب مصر الكريم، سيداتي مصر العظيمات، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم جميعا وإلى شعب مصر العظيم بكل التحية والتقدير والاحترام، وتحية تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة، بناتي وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء. عظيمات مصر، إن سعادتي كبيرة اليوم بهذه الاحتفالية التي صارت تقليداً سنوياً مصرياً نحرص عليه، ويعكس شعورنا الحقيقي كدولة ومجتمع تجاه المرأة، زوجة كانت أو أماً، ابنة كانت أو أختا، وكذلك تقديرنا وامتناننا للمرأة في جميع الأدوار التي تقوم بها على مسرح الحياة، ويا لها جميعا من أدوار مهمة ومقدرة. فالمرأة الأم هي الظهر الساند، نبوة الخير الذي لا ينضب، طاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط أو قيود، وهي الحصن الأمين لأبنائها، مصدر دفئهم وراحتهم وسلامهم النفسي، معلمة القيم والحكمة والمبادئ. الأم المصرية لا يفي قدرها أية كلمات مهما طالت، ولا أية تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة. والمرأة الزوجة هي الشريك الوفي والمخلص، رفيقة مشوار الحياة بتقلباته وتحدياته، بأفراحه وأحزانه، الملاذ لزوجها عندما تشتد الأزمات، والداعم له بلا حدود. والمرأة الأخت والابنة سبب الابتسامة والسعادة، قرة عين الآباء والأمهات منذ أن تكون طفلة وليدة، وبينما تكبر يوما بعد يوم لتصبح شابة يافعة ذات أحلام وطموحات، لتزدهر معها أحلام أبويها وسعادتهما. بنات النيل عظيمات مصر، إن تطور ورقي أي مجتمع إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته. ولقد كانت للحضارة المصرية القديمة المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية في ذلك الوقت، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة واعترافها بإسهاماتها المتعددة في جميع المجالات، سواء في بناء الأسرة وتماسكها، أو في دورها المجتمعي والتنموي، وفي الحياة العامة. وتم تخليل هذه المكانة الرفيعة نقشا على جدران الآثار الفرعونية التي باتت دليلا قاطعا لنا نحن المصريين على عراقة أصولنا وتحضر علاقاتنا الإنسانية. وفي العصر الحديث واصلت المرأة المصرية رقيها وتفوقها، فشاركت في ثورة عام 1919 التي نحتفل هذا العام بمئويتها، لتسقط الشهيدات
من المرأة المصرية بجانب رجال مصر الأصلاء، بجانب رجال مصر الأصلاء، وأصبحنا خالدات في ضمير الوطن ووجدانه. وتستمر مسيرة كفاح المرأة لتحصل على حق الانتخاب وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك الحق في التعليم وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطني، نساء عاملات بشرف وقوة وكفاءة ومساهمات بفاعلية في بناء مصر، الأم العظيمة التي أنجبت نساء ورجالا أوفياء وكراما. السيدات والسادة، إن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته. وبينما ظلت على عهدها تجاه أسرتها تبنيها في صبر ودأب وتقيمها بالرحمة والعطاء وقوة الإرادة والإصرار، فإنها لم تقصر يوما تجاه مجتمعها ووطنها، بل تحملت المسؤوليتين معا بقوة تحمل تليق بها، وتدفعنا إلى إعطائها التقدير المستحق والظروف الملائمة والميسرة لتستطيع تحمل تلك المسؤوليات الجسام. وفي الظروف والأحداث الصعبة التي مرت بمصر خلال السنوات الأخيرة، كانت المرأة هي خط الدفاع الأخير والصلب، حملت ضمير الوطن على عاتقها، وقدمت الشهداء من أعزائها بصبر واحتساب، حافظت على هوية الوطن وأصرت على تماسكه ووحدته بإصرار لا يلين وعزم يليق بمن خلدها التاريخ منذ كتابه أول سطر فيه. السيدات والسادة، إننا إذ حققنا تقدما في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فما زال أمامنا الكثير الذي نصبو إليه حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن جميع أبنائه رجالا ونساء بنفس الهمة والإصرار. ولذلك فإنني أوجه الحكومة بما يلي: أولا، دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها. ثانيا، أنني إذ أحيي تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي. آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونية والحرمان من التعليم أو حرمانها من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق هي جميعا أشكال متعددة للعنف. ثالثا، قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية. رابعا، في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج مودة، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه جنبا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. أنا يمكن النقطة أو
الفقرة الخاص بمودة. عايز أقول إن إحنا يعني إذا ما كانش فيه يعني عمل متكامل، وهأقصد هنا متكامل بيه إن هو يبقى ملزم، ملزم لينا كلنا كأسر كشباب وشابات مقدمين على الزواج، يبقى فيه آليات محكمة تلزمنا إن إحنا نقوم بالدور ده تجاه أبنائنا وبناتنا عشان يعني يتم إعدادهم بالشكل المناسب اللي يساهم في تحقيق نجاحهم في بناء أسرة بشكل كامل. خامساً، أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل. سادساً، في ضوء فخرنا جميعاً بتمثيل المرأة ودورها في البرلمان وفي الحكومة بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها إلى جهود بناتها جنبا إلى جنب مع جهود أبنائها. سابعا، أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك. السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، إنني في ختام كلمتي أتوجه بالدعوة لكل مواطن على أرض مصر، أقول لهم تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا يسرن فيه باطمئنان ومكان عمل متفاهم يعملن به، ومعاملة راقية في كل مكان تعكس تحضر شعبنا وعراقته. وأقول للمرأة المصرية لك مني ومن وطنك وكل التقدير والإعزاز والاحترام والاعتراف بالجميل. الحقيقة احنا كده يعني تقريبا خلصنا الكلام اللي هو المكتوب ده. احنا كنا بنتكلم جوه مع يعني السادة الوزراء وفضيلة الإمام على إن الفكرة مش قوانين وتشريعات، الفكرة في إن احنا نتعامل مع بعضنا البعض، مش أبدا مرتبط بإن يبقى في قانون فقط هو اللي يدفعنا لكده، ولكن تشكيل ثقافة وتشكيل عادات وتقاليد نحترم فيها أولا بعضنا البعض، ثم كمان احترام المرأة بما يليق. والكلام ده مش بنقوله يعني مش مجاملة مش مزايدة، ده الوضع الحقيقي اللي المفروض كلنا يعني كمصريين، مش حتى كمصريين، كلنا كبشر نبقى يعني واخدين بالنا منه وبنسعى لتحقيقه. مش صعب أبدا إن الإنسان لو ماشي في الشارع أو في مكان عمل أو في الجامعة أو في أي حتة إن هو يعني يحترم احترام حقيقي للست للمرأة للبنت، احترام حقيقي. أفتكر إنها مش هتكلفنا حاجة، هي بس عايزة إن احنا يعني نضبط تصرفاتنا ونحكم سلوكياتنا. يعني أنا كنت وعدتكم خلال الفترة اللي فاتت إن احنا، وأنا الحقيقة يعني ما لقيتش فيه مناسبة أفضل من المناسبة دي إن أنا أتكلم في اللي هتكلم عليه دلوقتي، لأن الدور الكبير اللي قامت بيه بنت مصر ست مصر زي ما انتوا عايزين تقولوا
خلال على الأقل الثمان تسع سنين اللي فاتوا دور المفروض أن التاريخ هيقف قدام منه كتير قوي ويقدره. وأنا على المستوى الشخصي يعني كإنسان يعني شايف أن ده أمر عظيم جدا جدا وأنتم ساهمتم فيه. أنا بقوله من خلال حضراتكم لكل سيدة مصرية وفتاة مصرية بتسمعني دلوقتي اللي اتعمل خلال السنين اللي فاتت وخاصة يعني في نوفمبر 2016 وحتى الآن كان كتير، وأنا كنت مدرك إن ده أمر يعني صعب جدا جدا، وعشان كده كان كلامي دائما كان لأن أنا قلت للمرأة من فضلك ساعديني أو ساعدي مصر من خلال يعني الوقوف في هذه الفترة الصعبة والتخفيف ما أمكن على البيت يعني والحياة الصعبة اللي احنا عايشينها كلنا. وقلت لهم ان احنا ان ده امر يعني كان ملح وحتمي يمكن. طب انا بذكره دلوقتي ليه؟ لان افتكر في احنا كنا بنعمل طبعا الاطار ده في اطار خطة زي ما قلت خطة وطنية خالصة بتهدف الى معالجة اسباب ما نحن فيه، وبالتالي هي كانت قاسية الحقيقة وقاسية جدا كمان. ف يعني في آخر اللقاء قبل ما نقول إن إحنا هنطرح ده طبعا كان في يعني أنا ما بقولش سر ولا حاجة، كان أعضاء اللجنة المصغرة بنتكلم في الموضوع وفي الإجراءات اللي هنعملها، والحقيقة يعني مش هقول كان في تردد ولكن كان في حذر وكان في قلق وكان في خوف من الإجراءات. وانا هقول لكم الكلمه اللي انا قلتها لزمايلي ساعتها، قلت لهم احنا بالاجراءات اللي هنعملها دي رغم قسوتها احنا بنعبر قناه، خلي بالكم اللي هقوله يمكن ننجح فيها، لو استنينا هنبقى بنعبر بحر لا يمكن ننجح فيه. طب الموضوع هيبقى صعب، قلت لهم الرهان على المصريين، الرهان على المصريين والرهان على الست المصرية اللي هي خافت قبل كده على بلدها ووقفت هي برضو اللي هتوقف وتخلي بالها من بلدها. أنا النهاردة في اليوم ده وإحنا بنشكر السيدة المصرية مش هيفوتني إن أنا أتوجه لكم جميعا بالشكر والتقدير والاحترام والمحبة والاعتزاز على أن أنتم قمتم بدور كبير قوي خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول في الوقت اللي هو أنا بتكلم عليه اللي هو أصعب الفترات اللي مرت علينا، ما خلصتش إنما تحسنت الأمور يعني اتحسنت استنوا بس. فأنا هقول لكم كان لابد إن في اليوم ده برضو كان في نقاش مع كل حاجة بيناقشوني فيها الزملاء يعني في الوزارة وكده، مفيش إجراء إلا بنتكلم فيه يعني وندرسه من كل الوجوه. فكان من ضمن الكلام طب نخلي الكلام اللي أنا هقوله ده يتقال دلوقتي ولا يتقال كمان شوية. فأنا هقوله دلوقتي لأن أنتوا طلبتوا أن أنا أقوله دلوقتي. هي مجموعة إجراءات الهدف منها التخفيف ما أمكن على المصريين خلال الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي مع الوضع في الاعتبار، وانا باكد لكم ده ان احنا برضو مسيره المسار بتاع الاصلاح مستمرين فيه. وقبل ما اقول الاجراءات انا عايز اقول لكم حاجه، ما فيش عمل صعب بيتعمل الا ما بيكون ليه نتائج جيده اذا كان العمل الصعب الهدف منه البناء والتعمير والتنميه، مش ان احنا نعذب ونقلم الناس يعني، لا طبعا. فخليني اقول لكم ان احنا يعني كل مره هنبذل فيها الجهد ونتحمل فيها بصبر لازم هتجدوا ان في نتائج افضل. فاسمحوا لي اقول لكم من الاجراءات ديت وبعد كده نبقى نتكلم تاني. اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان احنا هنرفع الحد الادنى للاجور لجميع العاملين بالدوله، لجميع العاملين بالدوله. طب مش سقف ممكن يكون رقم بسيط طيب كتر خيركم لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين
بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه من 1200 جنيه إلى كام؟ كام؟ طيب عشان ما اشغلكمش قوي، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار نعم ده انا قلت الجميع العاملين بالدولة. طب استنوا، طيب بس منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور. تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدل من 1200، وتكون 2140 جنيه للموجودين بالخدمة اليوم، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600. طب أكمل كلامي؟ طيب، إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30/6/2019. منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه. منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات، مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم الوزارة. أنا أقصد هنا الوزارة، وزارة المالية طبعا، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. اسمحوا لي بس أقول آخر فقرة وبعد كده نتكلم تاني. حركة الترقيات اللي احنا بنتكلم عليها دي سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، والتكلفة الإجمالية شاملة كافة الزيادات اللي أنا اتكلمت عليها دي، والترقيات هتكلف الدولة 30 مليار جنيه ونص. وبالتالي سيرتفع بند المرتبات في الموازنة إلى 300 مليار جنيه و500 مقارنة بالعام الماضي واللي كانت بتقدر ب 270 مليار جنيه. أنا عارف إن ممكن تكون يعني الأرقام دي رغم إن أنا شايفها إن هي مش شايفها، احنا نتمنى ان احنا نعمل اكتر من كده بكتير كدولة للناس، واتصور ان ده يعني محاولة مننا من الدولة للتخفيف من اثار الاجراءات. الحكومة كانت حريصة جدا جدا على ان هي خلال مناقشة الموازنة ان تطلع هذه الاجراءات ويتم الاعلان عنها. انا بس عايز اقول لكم وبقول حتى لكل المصريين بقى، الموضوع ده المفروض ان هو هيطلق في 30/6، بس انا قلت ان احنا ما نستناش للوقت دوت.
لا ما تفهمونيش غلط لا يعني قلت ايه ما نستناش الوقت ده في الاعلان الدكتور مصطفى حط ايده على قلبه اول ما قلت كده. على كل حال انا قلت ان انا يعني اقول لكم الخبر ده عشان ايه؟ عشان في مناسبه زي اللي احنا فيها دي الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لكم في ان انتم خليتوا الايام الصعبه ديت تمر على مصر. وخلي بالكم الاجراءات دي انها تتعمل وما يبقاش في احتجاج واحد ده مش اجراءات امنيه، لا لا، ده امر يعني لازم نقف قدامه كلنا بتقدير ومحبه واعتزاز، لانه في الاخر كان صوره مشرفه ورائعه من المصريين للظروف الصعبه اللي بتمر بيها. وعشان كده بقول لكم تاني، كل مره هنقدر نعمل اجراءات ونتحملها صدقوني هتعود بالنفع. وخلينا نقول سيناريو تاني، لو احنا النهارده كانت الاجراءات ديت لم تكلل بالنجاح والناس رفضتها، وهنعمل ايه؟ هنلغيها، بس هنلغيها على حساب مستقبل الناس الحاليين الحاضر والمستقبل. وافتكروا ان احنا يعني سنه 77 كان في محاوله للاصلاح، تصوروا ان لو كانت المحاوله دي استمرت يا ترى كان حالنا دلوقتي كان عامل ازاي. انا بقول الكلام ده ليه؟ ده مش انصاف ليا انا، ده انصاف للحاله وللقرار اللي اتخذ ساعتها، ثم يعني توصيف للواقع اللي حصل، يعني رد الفعل اللي تم لاي سبب انا ما اعرفش، لكن في النهايه ما تمتش. احنا كان ممكن برضو المره دي ما تتمش، كان ممكن. طب انا هعمل ايه يعني؟ خلاص نلغيها، وبعدين تبقى تتراكم المشاكل وتزيد التحديات علينا وعلى اولادنا واولاد اولادنا اللي جايين. فانا عشان كده قلت انها فرصه مناسبه ان انا اشكركم، ويعني اقول بالنيابه عن الحكومه، لان هي اللي هتقوم هي اللي يعني اقترحت هذه الاجراءات، وهي اللي جهدها الحقيقه مش جهد الحكومه الحاليه وجهد الحكومه اللي قبل كده واللي قبل كده، احنا كلنا بنشتغل يعني مع بعضنا البعض. يعني قبل ما انسى، كانت الدكتوره مايا كلمت على العلاج الطبي لبعض الاورام اللي ساعات بتصيب المراه المصريه. وانا ما اعرفش الدكتوره هاله وزيره الصحه هل هيبقى عندنا فرصه ان احنا ندرس بعد ما نخلص الموضوع ده ان احنا نقدر نعمل، انا ما اعرفش، مش عايز اظلمك معايا واظلم الوزاره، هل نقدر نعمل مسح طبي للموضوع دوت لمستوى لو عايزه تجاوبي دلوقتي ابقى سعيد، لو عايزه تدرسي الامر من فضلك. حاضر. هو للأسف سرطان الثدي هو تاني سبب للوفاة للسيدات في مصر، رغم أن نسبتنا في مصر في الإصابة زي الدول الأوروبية واليابان، لكن الأم المصرية بتفضل أنها تنفق على أولادها وميزانيتها تروح لأولادها أكتر منها أنها تتعالج. علشان كده أن احنا إن شاء الله هنقدم لسيادتك مشروع المسح الشامل لسرطان الثدي والكشف المبكر وعلاج السيدات. أنا عارف إن ده طبعًا يعني ليه تكلفة مالية، وأنا كنت اتكلمت في أثناء يعني فترة الراحة أو الاستراحة مع السيدة وزيرة التضامن ودولة الرئيس، وقلت يعني إحنا النهاردة في عندنا، وزي ما ذكرت السيدة وزيرة التضامن، كتير من الموضوعات اللي بيتم التعامل معها بتخص المرأة المصرية.
ولو احنا شفنا حجم فضل استريح حضرتك، لو شفنا حجم التحديات او حجم القضايا اللي بتبقى تطرح في المحاكم بشأن المرأة، وطبعا هي بتبقى منتظرة الفصل في الحكم وتنفيذه كمان، يعني حتى مش حكم المحكمة فقط ولكن حتى تنفيذ الحكم، وطبعا يعني الناس كلها مش زي بعضها يعني، ففي اللي بيتجاوب من غير محكمة وفي اللي بيتجاوب بالمحكمة وفي اللي بيتجاوبش حتى مع المحكمة. فأنا قلت إن إحنا في ظل هذه التحديات، طيب برضو ما نعمل زي ما عملنا صندوق للشهداء والمصابين، وعملنا صندوق لرعاية أبنائنا وبناتنا المعاقين، ما نعمل صندوق باسم المرأة. يعني شوف أنا عايز أقول لكم على حاجة، الجنيه والاثنين والخمسة لما بيتخصموا من أي واحد لا هيضيفوا له ولا هيشيلوا منه، مش هيشيلوا منه كتير يعني، ولكن تصوروا أن الكلام ده بيتجمع على مدار كل شهر وعلى مدار كل سنة، يبقى يعمل عبارة عن رقم معتبر تستطيع الدولة والوزارة بالإضافة طبعا لمخصصتها. طب احنا بنعمل صناديق دلوقتي ليه؟ كفترة انتقالية في تاريخ مصر تاخد لها من 5 إلى 10 سنة لغاية لما عظمنا الاقتصادي ينشف ونبقى قادرين بموازنة الدولة ان احنا نلبي كل المطالب ديت. فلو كان هذا الامر يعني يتم دراسته بين المجلس وبين وزارة التضامن ودولة الرئيس يعني، وما افتكرش ان حد يعني ده نص اللي بيشتغلوا اكتر من نص يعني سيدات، مش هيقولوا لا يعني. فنعمل الصندوق. وبالمناسبة لما بنيجي نقول صندوق، حاضر، لما بنيجي نقول صندوق، الصندوق ده مش يعني مش مطلق، ده بتعمل له مجلس أمنا وبتعمل له قانون بيصدر من البرلمان في مصر وليه قواعد وليه يعني محددات للتعامل معاه، يعني مش الموضوع يعني لا. وفي الغالب بنبقى يانا دولة الرئيس بيبقى رئيس المجلس بتاع هذا الصندوق يعني في الغالب يعني. فاسمحوا لي ان احنا لو كانت الفكره دي يعني نتحرك فيها وما نقولش ايه يعني ان ده ايه الحكايه بقى كل يوم صندوق وبتاع. ففي زميل بيقول لي طب انا عايز اعمل صندوق للرجاله يعني. على كل حال كل سنه وانتم طيبين ودايما ربنا يكرمكم. انا مش انا الشكر ليا والله 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 الشكر اولا لله سبحانه وتعالى ثم لكم انتم، من غيركم اسمعوا بس. طب هاسمعوني لا والله تاني الامر كله يا رب يكون كده. شكرين. أنا عايز أقول لكم يعني الأمر لله. متشكرين. على كل حال أنا بشكركم على الشعور الطيب ده، ومرة تانية بقول اسمعوا طيب بس. طب اسمعوا طيب حاضر. شوفوا طب اسمعوا طيب برضو الأسعار عايزين تسيطروا عليها. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. الموضوع بسيط يعني والله والله والله. خلي بالكم أي حد بيبيع ويشتري عايز إن هو يكسب وينجح، لو لقى نفسه إن هو الأسعار بتاعته فيها مغالاة والناس ما راحتش تشتري السلعة دي هتنزل الأسعار. خلي بالكم بس. طب اسمعوا طيب من فضلكم، يعني هو اللي بيراقب الأسعار مين؟ الدولة ماشي وأجهزتها
برضو ماشي. لكن ده أمر مش سهل في دولة فيها 105 مليون على امتدادها بالكامل، وهي كمان بتبص لإجراءات أخرى منها محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الدولة. يعني عايز أقول إيه، إن وأنا مش منحاز لحد والله، لكن أنا بس بقول لكم واقع يعني نشوفه كلنا مع بعض. لا، الجهد اللي بتبذله وزارة الداخلية في ملفات كتير جدا جدا، ما الدنيا بقت صعبة قوي. لكن اللي هيظبط الأمر حقيقة، وأنا بقول لكم دلوقتي، وبرضه هناشد التجار وهناشد الدولة أنها تقوم بمزيد من الإجراءات لضبط الموقف، لكن صدقوني أنا الحاجة دي غليت، شكرا مش عايزين. بس كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.